الاتحاد الرياضي المرسلي. هذه من الاهداف المسجله في هذه المباراه، هدف اول لمستقبل مرسى في الدقيقه 30 من الشوط الاول عن طريق سفيان موسى، ثم جاء هدف التعادل، هاو تابعوا فيه هدف التعادل عن طريق احمد الغربي، او امامكم رقم 27 بخارج الرجل اليسار، تسديده قويه سجل بها احمد محمد سعيد الكردي. حمزه المسعدي يقدم ويسجل على يمين الحارس يوسف الطرابلسي من التصدي. بلال بن مسعود يسجل التعادل، هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربه الجزاء الثانيه. التشويق يتواصل هنا في مركب مصطفى بن جنات، بن عمرو يسجل، ينجح الاتحاد سبعه ينفذ، وكاد بسام سخير يتصدى ينفذ عبد القادر بشكون من رقم 15 محمد حسام سليمان، وينجح محمد حسام سليمان من جانب الاتحاد المنستيري. تشويق في هذا اللقاء، يسري التواتي، كرة ضايعة، كرة ضايعة فوق المرمى في تنفيذ ضربة الجزاء الرابعة. نوفل اليوسفي ويسجل، ناجحة ناجحة الساحلي على الدين عباس في تنفيذ ضربة الجزاء الرابعة وينجح ينجح إذا، وتصبح النتيجة 4-3، 4 الاتحاد، النتيجة 5-4. برهان غنام وينجح ينجح ينجح ويمنح بطاقة 5-4 بضربات الجزاء. مبروك الاتحاد المرسلي، حظ أوفر لفريق المستقبل.